مساء الخير على الجميع ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نضالهن. حلقتنا الليلة حنتكلم فيها عن واحد من أهم الموضوعات الدائر حول نقاش في الساحة السياسية، ألا وهي موضوع الإصلاحات القانونية وعلاقتها بما يخص حقوق النساء ووصولهم للعدالة. أرحب بضيوفي في الاستوديو، الأستاذة المحامية والمدافعة عن حقوق النساء الأستاذة زينب كاتون. مرحبا بك أستاذة زينب. مرحبا أستاذة خديجة، ومرحبا بكم، أحيي من هنا نضالات نساء بلادي، وأحيي نساء الثورة بصورة عامة، ونترحم على شهداء الثورة والجرحى والمفقودين، نتمنى عودتهم بسلام إلى أسرهم. شكرا أستاذة زينب. أرحب أيضا بالمدافع والناشط الحقوقي الأستاذ مناف محمد. مرحبا بك أستاذ مناف. عليكم السلام خديجة، وأهلا بالسادة المشاهدين اللي بيشوفونا على قناة الشروق، والتحية لشهداء الثورة السودانية اللي بذلوا دمهم في سبيل كلنا إنه نعيش حياة كريمة وحياة مليانة عدالة ومدنية وعاجلة شفاء للجرحى والمصابين وعاجل العودة للمفقودين إن شاء الله. مرحب بكم مرة ثانية، ومرحب بالمشاهدات والمشاهدين. وحنبدأ حلقتنا. أستاذة زينب، يا ريت تشرحي لنا شرح مبسط عن شنو بنعني بمسألة الإصلاحات القانونية. الإصلاح القانوني بداية أصلا كل دولة بتمر بنظام شمولي، وتأتي مرحلة جديدة من المراحل بتاعت الدولة، بيكون في نوع من التعديل في القوانين حتى الناس تصل لتحقيق عدالة وتحول ديمقراطي حقيقي. لابد من تعديل القوانين، سواء كانت هذه القوانين قوانين قمعية سابقة، أو كانت الدولة مرت بتحول ديمقراطي زي ما ذكرتها. لابد من إصلاح قانوني، والإصلاح القانوني قد يكون إصلاح جزئي، وقد يكون تغيير أو تعديل. حتى يتم التعديل والتغيير لابد من إجراء دراسة للقوانين الموجودة حتى تواكب المعايير الدولية وحقوق الإنسان والوصول إلى عدالة مستقلة. لابد من تعديل القوانين، وأظن العدالة هي أحد شعارات الثورة اللي هي حرية سلام وعدالة. حتى نصل للسلام ونصل للحرية لابد من تحقيق العدالة، وحتى نصل لعدالة ومحاكمات عادلة وسيادة حكم القانون لابد من تعديل القوانين وتحقيق الحرية حتى نصل للتحول الديمقراطي المنشود. أستاذ مناف، بتطالبوا بالإصلاح القانوني، ليه مطالبين بإصلاحات قانونية؟ والله يعني هو لما نتكلم عن إصلاح قانوني كنا دائما بنتكلم عن إنه دي واحدة من الأهداف المنشودة، إنه الناس بتحلم في دولة فيها عدالة زي ما تفضلت الأستاذة زينب، زي ما قالت إنه دي واحدة من شعارات الثورة. فكان لازم يكون في مبدأ بتاع إنه بناء الدولة ده بتطلب بناء قانون بيحترم كرامة المواطن السوداني، بيلقى حقه حق من التغاضي العادل، بيلقى حقه من العيش الكريم في حياته، ويبغى ما يكفله القانون اللي بيحترم تنوع السودانيين كلهم بثقافاتهم بتنوعهم الديني والإثني، حتى التنوع الاجتماعي ذاته بتاعهم، وبيحترم النوع الاجتماعي بالضرورة طبعا. طيب، كفلت الوثيقة الدستورية في الفصل بتاع الحقوق والحريات كفلت العديد من الحقوق وخصوصا للنساء، ألا يعتبر هذا كافيا؟ والله من وجهة نظري إنه ما كافي ده، بس يعني ده ما كافي، يعني كونه إنه تكون في قوانين، ما طيب هي ممكن تكون القوانين دي في أي حقبة في قوانين، لكن الأهم من إنه القوانين دي هل بالحقها خطوات لاحقها. مثلا أنا في نص قانوني قاعد مكتوب في بطون الكتب يعني مثلا والوثائق، لكن ما بيكون في تفعيل حقيقي للقانون، بيكون يعني حاجة يوزليس. أنا بتصور إنه القوانين تعديلها بالذات ما كفاية، ولا إلغاء ذاته ما كفاية، القوانين مفروض تتفعل وتكون في آلية مراقبة لتطبيق القانون، مفروض يكون في مراقبة ذاته لمنفذين القانون والمشرعين ذاتهم، ولايات مدى هي بتحترم، ولايات مدى هي ذاتها بتتجذر وسط المجتمع، عشان هي القانون ذاته احترام القانون واحترامه يبقى سلوك عند كل المجتمع، اللي هو بالتالي بينعكس على ثقافة المجتمع وحركة المجتمع ككل.
أستاذة زينب، في قوانين بعينها بتحتاج لإصلاح وتعديل، ولكل القوانين الموجودة حالياً واللي هي من العهد البائد. أنا بفتكر إنه حسب المهنة حقتي أنا كمحامية وممارسة للمهنة ومحتكة بها في المحاكم، إنه في قوانين محتاجة لتعديل، يعني مش تعديل، إلقاء القانون واستعاض عنه بقوانين بديلة. مثلا عندنا القانون الأساسية محتاج لتعديل كامل، يعني حتى التعديلات اللي صدرت مؤخرا يعني ما مست لنا قانون الأحوال الشخصية إلا في مادة واحدة اللي هي مادة السفر بالمحظون. فالقانون من بدايته قانون الأحوال الشخصية لسنة 91 محتاج لتعديل، تغيير كامل، يعني مش تعديل، لأنه التعديل ممكن يكون جزئي في نصوص محددة، لكن القانون يعني من بدايته هو قانون محتاج إلى تغيير وقانون بديل حتى نصل حتى المرأة تنال حقوقها كاملة، ونصل للمساواة أمام القانون، ونصل للعدالة، ونصل للحرية المنشودة. أستاذ ملاف، عندك تعليق على قوانين بعينها هي محتاجة لتغيير؟ هي لو نحن مسكنا انه مثلا هي الاليات، انا بتكلم ميل كده عن الاليات، هي ذاتها بتاعت تطبيق القانون، وهي دي كانت قاعد تكون تكاد محل نقاش شديد دائما، انه في قانون موجود لكن ما لما نجي لتنفيذ ولا مثلا لاختباره ده بنلقاه بيتناقض تماما مع نفسه. مثلا هسي في قانون الطفل وقانون زواج الطفلات، يعني قانون تعريف الطفل في انه زول اللي فوق ال 18. بنجي هنا في الزواج، انه في الاحوال الشخصيه الزواج انه من 10 سنوات، او اذا كنت دقيق يعني استاذ زينب ممكن فده تناقض في بين قانون خاص وقانون قاعد في قانون الاحوال الشخصيه، فدي ما اعرف الكونفليكت ده قانونين حيتحل كيف، لكن هو ده تناقض صريح في القانون ذاته يعني. طيب أستاذة زينب، أستاذ مناف فكر النقطة بتاعت إنه في تناقض ما بين مثلا السن بتاعت الرشد اللي هي 18 سنة وما بين قانون الأحوال الشخصية. أصلا نحن المفهوم بتاع الإصلاح القانوني نحن بننادي بيه لحاجة واحدة، لأنه كل القوانين حقتنا السودانية حاصل فيها تعارض أو تداخل. زي ما قال مناف إنه في قانون الطفل سن المسؤولية هي 18 سنة، وحتى الآن في القانون الجنائي تم التعديل أيضا لسن المسؤولية الجنائية عبارة عن 18 سنة، والطفل هو من بلغ سن 18 سنة. لكن لما نرجع لقانون الأحوال الشخصية بنلقى إنه القانون نفسه فيه تعارض، المادة 40 بتجوز زواج الطفلة وعمرها 10 سنوات بإذن من المحكمة، وفي نفس قانون الأحوال الشخصية ذاته لما نجي نمشي للميراث بنلقى إنه الطفل المتوفي والده يعين ولي للاموال حقتها، فهي ما بتقدر تدير اموالها حتى لو كانت متزوجه، حتى لو كانت متزوجه يعين ولي لاداره اموالها. فكيف هي تتزوج؟ فالسؤال بيطرح نفسه، اذا هي تزوجت زوجها وهي عمرها 10 سنوات، يا ترى زوجها ممكن يدي اموالها لامها او الولي حقها حسب قانون الاحوال الشخصيه نفسه؟ انه امها هي تدير لها اسرتها وتصرف الاسره، لان هي اموال هناك في التركه لا تستطيع ادارتها، تدار بواسطه الولي او الوصي عليها، لان هي السن المباشره للادراك وللوعي، سواء كانت هي تقدر تدير شؤون اسرتها او سواء كانت تقدر تدير اموالها. فالعبرة هنا بالأهلية، نحن نأخذ الأهلية كسن، الأهلية هي السن بتحت المسؤولية. طيب أستاذة زينب، ذكرتي إنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية 91 إنه مفروض الزواج يتم بإذن من المحكمة، ده قاعد يحصل إنه الأسر قاعد تيجي تستأذن المحكمة عشان ما تزوج البنت؟ ما بيحصل، نادر ما يحصل، إلا إذا كان في احتراط، حتى بعد ذلك بتصل إلى المحاكم، نادر جدا، لكن في كثير من القرى بيتم الزواج من غير إذن المحكمة.
حتى إذا المحكمة بقول لك إذا كان في مصلحة، يعني حتى النصوص القانونية هي فضفاضة، بقول لك إذا كان في مصلحة راجحة، والمصلحة دي هي بتخضع للقاضي، رأي القاضي، وبتخضع لثقافة القاضي وللبيئة بتاعته. نحن ذاتنا عشان نتكلم في الحتة بتاعت الإصلاح القانوني، لابد من إنه القضاء يكون مستغل، لابد من إنه النيابات تكون مستغلة، وزارة العدل تكون مستغلة استغلال تام، لابد من يكون في مبدأ بتاع فصل بين السلطات حتى نحن نصل لمحاكمات عادلة ونصل لقوانين وفق المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية. لذلك أنا من برا أو من الناحية القانونية إنه كل التعارض وكل الموجود في القوانين لابد من انه تحصل حزمه من التغييرات في 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 القوانين والتعديلات. حتى التعديل الطرع على القانون الجنائي ما هو تعديل كامل، هو تعديل جزئي، وهي عباره عن نترات، انا بقول انها هي نترات بتاع التعديلات بس ليس الا. طيب حنمشي من محطه خارجيه وحنجي راجعين ثاني يا استاذه زينب لمساله التعديلات والخطوات اللي بتتم لها. القانونين اذا ختان الاناث او السفر بتاع الاطفال هم اللي انا بعتبر انهم كانوا اجحاف في حق المراه السودانيه، بيعطلوها من كل الحاجات. اذا السفر بيعطلها لانه ما في ام في الدنيا دي، بتضطر انه تكون هي في مكان واولادها في محل ثاني. وللاسف برضه كان في رجال بيستغلوا الحته دي في اضعاف النساء، والحمد لله سبق ما عندهم طريقه، يعني الموضوع ده اتحسب. الحاجه الثانيه ختان الاناث، اذا جينا من ناحيه دينيه، من ناحيه نفسيه، من ناحيه طبيه، كل الحاجات دي مع بعض بالنسبه للانثى او للطفله مشكله. المساله بتاعت ختان الاناث وتحريمها والتعامل معها بدا من فتره طويله جدا من جمعيه بابك البدر الخيريه، واستمرت المساله والنضالات فيها كانت مستمره. وافتكر انه مش نحن كنساء بس المساله كانت بتخصنا، انما بتخص كل المجتمع السوداني بما فيهم قيادات في احزاب سياسيه، قيادات على مستوى طرق صوفيه، قيادات على مستويات دينيه، يعني كل المجتمع السوداني كان مهتم بالمساله بتاعت تحريم ختان الاناث. والمساله بتاعت التحريم مش هي جات من منطلق يعني لاعتبارات كبيره وواهيه جدا ان الناس بتتكلم فيها، لكن انما هي جات من منطلق ديننا الحنيف، يعني انه التشويه الخلقي بالنسبه لل تشويه الخلق بالنسبه للانثى، يعني دي من فتره طويله جدا والاديان بتتكلم عليها. لذلك انا بفتكر انه القانون طلع بتحريم ولا تجريم يعني ختان الاناث، افتكر انه هو قانون يعني منصف جدا بالنسبه لنا احنا كنساء. القانون الثاني اللي هو مساله استصحاب المراه لابنائها خارج البلاد مثلا، بفتكر انه القانون ده برضه انتصار كبير جدا بالنسبه لنا احنا كنساء، في انه ومن حق المراه انها تسوق، لانه هم مش اولاده بس اولاد الرجل براو، هي اولادها برضه يعني، فالمساله بتكون فيها مساله بتاعت شراكه، وبالتالي التفاهم فيها كان ممكن يكون بالتي هي احسن، لكن طالما اصلا في بعض الحاجات بتدخل من هناك، فانا بفتكر انه النساء اتحدوا اتحاد كبير جدا، وفي انه كيف انه يقدروا القانونين الاثنين ديل يخضون في 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 يخضون في في مسألة قانونية، في مسألة يعني تدي الحق لأن المرأة تمارس فيها حياتها القانونية والشرعية. القوانين والمعلومات تتجدد كل 72 ساعة، في ناس قاعدين مبنيين حياتهم على المناهج القديمة، على حاجات قروها قبل 30 40 سنة، وثانية تصلبوا في نفس المكان، ما في نص بيقول إنه في امرأة تختن ولا بنت تختن ولا كذا. يا اخواننا هذا الامر ثبت بما لا يدى مجال للشك علميا انه فيه ضرر، والاضرار دي يعني دائما بتبعد في ظروف زي دي. يعني من ناحية بتاعت شغل اجتماعي، انا شخصيا على المستوى الشخصي ابو بنات وما مطهر بناتي، ولا مؤمن بالكلام ده مطلقا، ولا 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 هخلي يوم من الايام زول يعمل الكلام ده. ما في ختان انه ده فرعوني وده سنه وده كله تاليف عشان نجنب اغراض محدده دارين اصول بها. فاتمنى انه من اللحظه دي انا اقول بالصوت العالي انه ما تم من خلال سنه تشريعات جديده، واتمنى انه القوانين القديمه دي كلها تتصلح عشان تتواكب الواقع بتاع المرحله اللي هسه فيها. انا هنا جاي في وطن جديد دارين يتحمل كل التنوع حقنا ده، كل الدايفرسيتي والتفاصيل دي، ودي ما بتبقى اذا في زول واحد بيفتكر انه هو المفروض يسن على الناس الحاجات يمشي علينا حاجاته، ده زمان انتهى. ما في قانون ادى
قال يا اخي الاسره دي النواه اللي اتكونت دي من مره واحده ما بتبقى ومن راجل واحد ما بيبقى، الاسره بتبقى اثنين حقوقهم دير اولاد الاثنين سوا. كل العالم ده بيؤمن انه هؤلاء الاطفال، ومش كده اتفاقيتنا في دستور نيفاشا 2005 نصت بشكل واضح في البيل اوف رايتس، قالت اذا اختلفوا الاباء اللي هم الام والاب اللي بيكونوا الاسره فتبقى المصلحه للاطفال. رجعنا تاني، مرحب بكم أستاذة زينب ومناف، عندكم أي تعليق على الإفادات اللي وردت؟ أنا شايف الإفادات هي كانت تتحدثت عن التعديلات اللي تمت اللي هي ختان الإناث والسفر بالمحضون، وتحدث يعني كثير من الإفادات تكلمت عن المحاور دي. أنا شايفة إنه برضو كان في حاجات كثيرة برضو تم تعديلها، يعني أظن بقى في وعي شوية، يعني الناس وعد بحقوقها، حتى يعني سابقا الناس ما كان بتعرف إنه في تعديل أو في نصوص هنا محتاجة لتعديل، لكن في المرحلة زي ما قلت ده مرحلة التحول الديمقراطي إن الناس وعد بالحقوق كثير. المسألة بتاعت ختان الإناث حقيقة الناس أخذت فيها جهد كويس ومغدر، المادة 141، لكن برضو أنا شايفة إنه فيها جزئية التعديل ذاته، يعني بقول لك أي أماكن أخرى سواء كانت المستشفى أو المركز الصحي أو كده، مع إنه الختان كثير ما بيتناول في المنازل، يعني ما تحدثوا لنا عن الحتة دي إنه يتم تجريم الشخص اللي بيقوم بالختان حتى لو كان في المنزل. حتى لنا برضو في حتة بتاعت فضفاضة، نحن دايما بنعاني من انه القوانين فيها من ناحية فضفاضة. بعدين اي تعديل بتاع اي قانون انا قاعد اقول او تغيير للقانون لابد انه يكون فيه مذكرة تفسيرية، دي الحاجة اللي احنا كنا بنعاني فيها في قانون الاحوال الشخصية، لانه اي قانون لابد يكون معاه قانون اجرائي مصاحب. يعني حتى نحن ما نرجع لقانون الإجراءات المدنية، نرجع للمذكرات التفسيرية، نرجع لمعاملة به المحاكم، عشان كده لازم كل تعديل يكون معاه مذكرات تفسيرية حتى يعني نحن ما نرجع للتفاسير الأخرى. المادة 152 برضو اتكلمت عن الزي، برضو من المواد اللي تم تعديلها من القانون الجنائي اللي هي كانت بتتحدث عن الزي، ودي برضو أظنها تم إلقاءها برضو، دي كانت في مصلحة النساء، لأنه كان المعيار هنا معيار الشرطي أو العسكري الموجود في الشارع هو كان المعيار اللي بيتم به القبض للنساء. أنا بقول إنه أيضا تم استعادة مادة الردة، المادة 126 من القانون الجنائي بمادة التكفير، يعني لأنه في الآونة الأخيرة أظن أي زول عنده أي رأي في أي وجهة نظر والتعليقات كثيرة بقوم يقول لك ده كافر يعني، وجميل جدا إنه المادة دي خدتوها يعني عشان ما يزول يكفر زول ساكت يعني. بعد ذاك في مادة جميلة اتوضعت يعني خاصة بالنساء والأطفال اللي هي خاصة بالتدابير، إنه أي جريمة أقل من 5 سنوات إذا كانت ارتكبتها سيدة يعني هي ما بالضرورة توضع في سجن النساء، لأنه هنا العقوبة ما بتطال السيدة نفسها، بتطال الطفل كمان، يعني الطفل الرضيع الأقل من 5 سنوات ممكن يكون ملازم لها في السجن، بالتالي وضع له تدابير، ودي مادة جميلة جدا لأنه التدبير إن هي تلحق بالخدمة، إذا أي خدمة مجتمعية موجودة في البيئة اللي هي موجودة فيها فتوضع فيها، وبرضو تراعى الدورات التدريبية إذا كانت في المنطقة في دورات تدريبية تحاول إن هي تستفيد منها، ويتم تأهيلها بصورة جميلة لأنها هي يعني ما هي مجرمة وإنما هي متعارضة خاصة وإن معها طفل يعني. طيب أستاذ مناف عندك تعليق على الإفادات؟ أنا والله عندي تعليق على جزئية بس وردت في واحدة من الإفادات، قالت واحدة من الناس اللي تداخلوا أو في إفادة، هي إنه هي بتبين لك إنه التفاعل ده واصل وين في المجتمع وكده، إنه فكرة إنه ياخد ما صراع زي ما أنت هي دي أنت بتعتبر إنه دي أولادك، فيبقى ده بالنسبة للسفر بالمحضون، يعني بالنسبه لانه زي ما الابو بيعتبر انه ديل اولاده برضه الام ديل اولاده يعني، فيبقى انه
السكك القانونية دي ذاتها هي الناس بيلجأوا لها في الآخر يعني، لكن وجود قانون زي ده أنا بالنسبة لي هو كافي وبيفصل حتى دي يعني، بيحكم بين الناس ومرضي يعني للأطراف كحل أخير يعني، في النهاية بيحفظ حقوق الناس يعني. وفي النهاية كان الناس كلها بتتصور إنه ده الأب هو المحور كلها، ده هسي ممكن ذاته يخلق زي موازنة كده تاني للعلاقة الاجتماعية ذاتها، العلاقة زي ما زي إنه في أنا يعني النساء كمخدم عند الرجال بالزواج مثلا كده، لا هي دي بتوري إنه العلاقة دي شراكة، العلاقة دي متكافئة ومتوازنة، باعتبار إنه نحن بنشترك عشان نقوم الحياة دي وعشان نطلع أطفال هم بيقدروا يخدموا نفسهم، بيقدروا يخدموا الأسرة دي ذاتها، وبيقدروا يخدموا الأهداف اللي ممكن تكون هي سامية بالنسبة للناس. أستاذة زينب، حرجعك للنقطة اللي اتكلمت فيها عن السفر بالمحظون، أو في بداية الحلقة أنت ذكرتي أنه في تعارض ما بين النص التعديل التم وبين قانون الأحوال الشخصية، فبس ممكن تشرحي لنا شنو التعارض؟ السفر بالمحظون هي جزئية من قانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية كان يتناول في المادة 119 بأنه الحاضنة إنها هي ما بتقدر تسافر بالمحظون إلا إلى البلد اللي عقدوا لها فيها يعني بلدها هي. أما السفر خارج البلاد ما بيتم إلا بإذن الزوج أو اللي هو والد المحظون، في حين إنه الأم هي الأم الطبيعية، الوالدة المحظون هي الأم الطبيعية والحقيقية بالنسبة للمحظون، وهي الأحق بالحضانة، لأنه إذا كانت هي أحق بالحضانة وهي أحق بالتربية وهي هي الأم هي اللي بتزعى للمطالبة بالنفقات في المحاكم. يعني نحن لو لاحظنا قانون الأحوال الشخصية بنلقى النساء هم اللي بيمشوا اللي بيلجؤوا للمحاكم، الرجال فقط هم المدعى عليهم فقط بيكون، ما حصل في راجل مشى إلى المحكمة إلا لأخذ الأطفال. إذا كترت عليه النفقات بعد ذلك بيقوم بيرفع دعوة اللي هي إسقاط الحضانة على أساس إنه يضم المحضونين بالنسبة لهم إنه هم تجاوزوا سن الحضانة، ودي حتة مهمة جدا القانون. أنا كنت مفتكرة إنه في التعديلات اللي هي الوقوف على سن المحضون، لأن السن القانونية كانت بسيطة جدا جدا. طيب عندنا مداخلة هاتفية وحنرجع تاني أستاذة زينب، المداخلة فيما يتعلق بموضوع تجريم الختان. مرحبا بك أستاذة إيناس. أهلا وسهلا. أهلا يا خديجة. أستاذة إيناس، أنت حابة تشاركينا ممكن نقول بالفاجعة اللي حصلت مبارح يعني؟ أيوة والله، يعني هي حاجة محزنة وصادمة جدا إنه يعني بيحصل ختان للطفلات. يعني ما بس يعني دائما الاتهام كان بيكون للمدن البعيدة وللأقاليم، لكن في وسط مدينة الخرطوم العاصمة يعني نحن جاتنا بس يعني عن طريق شابات وناشطات إنه حيحصل ختان بكرة يعني اليوم اللي بعده. طوالي بدينا يعني بالاتصال بكل الجهات يعني المنوط بها حماية الطفلات، اللي هي الوحدة بتاعت حماية المرأة اللي هي نهاية العنف ضد المرأة، والشرطة بتاعت وحدة شرطة الأسرة والطفل. برضو تواصلنا مع بعض الناشطين وكده، كل الوعود بأنه تمام. في ناس بقول لك تواصل مع الأرقام، تواصلنا مع الأرقام الموجودة، بلغنا حتى الدورية بتاعت اللي بتوقف الحاجات دي قالت إنها هي متحركة وماشية. فنحن يعني على يعني إنه دي أعلى جهات حكومية وضمن منظومة اللي هي المفروض تحمي الطفلات. لكن اتفاجأنا بعد كم ساعة سألنا إنه هل داهموهم، هل حصل توقيف، هل حصل يعني استجواب للأسرة. تفاجأنا بأنه حصل الختان والاحتفال والكذا، والجريمة يعني بكامل أركانها، والشهود هم الحكومة بتاعت السودان اللي هي ممثلة في الوحدات الجديدة اللي هي جات للأسف الشديد بعد الحكومة الفترة الانتقالية. طيب يا شيء صادم، شيء مؤسف جدا. أستاذ إيناس، فعلا ما حصل محزن ومؤسف جدا.
طيب تم تواصل من قبلكم مع الأسرة قبل ما تتواصلوا بالجهات الرسمية؟ طبعا الأسرة رافضة جدا وهم مقتنعين جدا بالختان، وبيقولوا إنه يعني حتى الناس الرافضين من الأقارب الطفلة هم يعني يتعاملوا معهم يعني صدوهم إنه ما عندهم دخل وكذا، ده قرار الطفلة ووالدتها ووالدها وجدها وجدتها وكذا. فنحن قلنا خلاص نمشي للليفل الأعلى اللي هي الجهة بتجرم سواء والبدين اللي كان بيقوم بالختان والوالدين، لأنه الأساس في القانون إنه الطفل ده ما ملك، هو إنسان عنده كرامة في من يحميه حتى لو حصل له يعني تعدي على حقوقه. وأسوأ حاجة ممكن تحصل لطفلة يعني بعد إنها تغتصب أظن إنه بنفس القدر إنها يحصل لها ختان اللي هو بيدمر طفولتها وبيدمر مستقبلها. فنحن مشينا في كل يعني بكل الليفلز المطلوبة، موجودة المكاتبات، موجودة التليفونات، موجودة الإيميلات، موجودة المسجات كلها. يعني أنا عملت الحاجة دي أنا ومعايا أستاذ دكتور إحسان فقيري رئيسة مبادرة لا لقهر النساء، مشكورة يعني ما نامت الليل، كله بتحاول تتواصل مع الناس دي، ما في أي استجابة وما في أي يعني ما في أي تدخل أو أي شيء. والحاجة دي أنا بعتبرها في حد ذاتها فشل للجهات اللي هي المفروض إنها تحمي الطفلات. لما أنت تكون قاعد على رأس وحدات جلدي ويحصل ختان، إذا يعني لشنو؟ هل قاعدين نحن عشان نحضر مؤتمرات وعشان نتكلم وعشان نتكلم عن السياسة، ولا إحنا قاعدين عشان تكنيكالي نعمل شغلنا ونحمي الطفلات؟ طيب يا أستاذ إيناس، عندكم أي خطوات جاية في الموضوع ده، ولا بالنسبة لكم خلاص إنه الجهات الرسمية هي ما قامت بدورها؟ طبعا لا، اكيد عندنا خطوات جديده، ونحن تواصلنا اليوم كله بنتواصل مع قانونيين وبنحاول نشوف انه نحن كيف نفتح بلاغات ونشوف قضايات، حتى لو ضد قضيه دستوريه ضد الوحده بتاعت حمايه الاسره والطفل وضد الشرطه بتاعت الاسره والطفل، انه انتم جاكم البلاغ ورفضتوا، هل لانه انتم ما مقتنعين بالحاجه دي، ولا هل لانه انتم ما عاوزين تنفذوا التعديلات الجديده، ولا هل هي القوانين دي ما نافذه؟ لكن اتحركوا، يعني كان المفروض انهم يتحركوا، لكن الردود الغير مقنعه دي انا بعتبرها مش فشل، انا بعتبرها فضيحه، خصوصا انه نحن في الفتره دي من تاريخ السودان ومن زمن السودان المنظومات اللي بتحمي الاطفال دي في بيجيها دعم من الوكالات الامم المتحده، بيجيها دعم من المانحين، فما ما شيء مكلف ولا شيء خطير جدا انه يحموا طفله، ده مش واجب، ده اللي بياخذوا عليه السلري بتاعته. بنشكرك أستاذة إيناس إنه أنت شاركتينا القصة دي، وممكن معنا أستاذة زينب نشوف لي قدام إنه القضية تمشي كيف. شكرا أستاذة إيناس، حنطلع فاصل وحنرجع راجعين. رجعنا تاني ومرحب بكم أستاذ زينب وأستاذ مناف، ومرحب بالسادة المشاهدات والسادة المشاهدين. واضح جدا أنه من القصة اللي حكيتها أستاذ إيناس حصلت يعني حاجة مؤسفة جدا، أنه في العاصمة الخرطوم لسه بيتم ختان في ظل أنه في قوانين بتجرم. تعليقكم على الحادث اللي حصل؟ حادث مؤلم حقيقة، والمؤلم أكثر إنه يعني الجهة المختصة يعني ترفض إنها تفتح بلاغ، يعني وحدة حماية الأسرة والطفل والشرطة. نحن في بداية حديثنا تكلمنا عن 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 ضرورة الإصلاحات بالذات في 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 الأجهزة القضائية والعدلية والنيابات، لأنه في إشكالية حقيقة في منفذي القانون، يعني منفذي القانون سواء كان قضاء أو كانت شرطة أو كانت نيابات. وزي ما شفنا في الفترة الأخيرة التفكيك طال قضاة النظام وطال النيابات والشرطة،
فحقيقة إنه لو ما كان حدث تغيير، لأنه أصلاً كان في تداخل بين السلطات وكان في تعيين وفقا لسياسات محددة للدولة، فالتعيين السياسي كان الإفرازات حقته إنه الناس ما قدرت تصل لمحاكمات عادلة، وزي ما شفنا الحاجة دي انعكست وجود الفساد اللي كان موجود في النظام السابق والمحاكمات بتاعت الفساد والتفكيك الحاصل وقانون التفكيك ذاته، دي كلها كانت نتجت شنو عن انه السلطة القضائية ما كانت سلطة مستقلة، ودي نحن بنشاهده نحن في من خلال تجاربنا في المحاكم ومن خلال المحاكمات الموجودة اللي بتمارس امامنا يعني. فلذلك انا بقول انه التعديلات الموجودة ذات تمت لابد من التوعية بها، والتوعية وتنفيذها عن طريق اول حاجة منفذي القانون هم اكبر معيق لتنفيذ القوانين إذا ما كانوا هم ملمين. والتعديل ده بالمناسبة هو نافذ وتم نشره في الجريدة الرسمية اللي هي من تاريخ 13/7/2020، هو نافذ وتم نشره في الجريدة الرسمية، حتى هي دي الجريدة الرسمية باعتباره إنه مفترض أي محكمة وأي نيابة وأي قسم بتاع شرطة يكون عنده نسخة من التعديلات ويتم الاتخاذ وفقا للتعديلات التي تمت. بس يا أستاذة زينب من واقع التجربة خصوصا فيما يتعلق بسفر السفر بالمحضون، كثير من النساء لما مشوا مراكز الجمهور لأنهم يطلعوا إذن بتاع سفر أو استخرجوا أوراق ثبوتية لقوا إنه بعض الأطفال محجور عليهم أو حتى القرارات دي ما وصلت. فأنت تكلمتي عن إنه هو من 13 يوليو ما نافذ، فده بوضح إنه في ده بوضح إنه ما زالوا إنه في عرقلة من أو هي في زي ما نحن نقول إنه في منفذي القانون ما عايزين ينفذوا الإجراءات بصورة سليمة، ما زالوا هم لسه في العقلية القديمة ومتمسكين بالقوانين القديمة السابقة بالرغم من التعديل، فلا بد من الإصلاح. أنا بقول إنه الإصلاح الكامل، لأنه شنو في ما زالوا في ناس موجودين معقين للقانون ومعقين لتنفيذ القوانين، وديل بنلقاه نحنا في لسه المناصب السيادية فيها ما زالت من العهد أو النظام السابق، الناس اللي طالت يعني 30 سنة الناس كان بتعاني منه شافت الإفرازات حقته وما نتج عنه من فساد، وما زالوا حتى الآن يعني هم بيعيقوا مرحلة التطور التحول الديمقراطي ومرحلة تعديل القوانين وتنفيذها. أستاذ مناف، تعليقك وإنت مدافع عن حقوق الإنسان، تعليقك على القصة اللي حكتها أستاذ إيناس. هو ده برجعني للنقطة الجبال بتاعت إنه نحن ما محتاجين إصلاح قانوني بس، يعني هو دي مفروض تكون هي زي عادة صياغة ذاتها للشخصية القانونية الجديد، يعني احترام القانون عندنا، ثقافتنا القانونية اللي مفروض تكون مرتفعة شديد. يعني أنا بسميها يعني زي بس روح القانون في الناس تاني من جديد، يعني شنو قانون وليد ومدى نحن مستجيبين للانتهاكات دي وبنكون حساسين تجاهها مهما كانوا على الانتهاك. يعني أنا لأنه بتصور إنه فترة الثلاثين سنة دي كانت فترة كافية إنه تخلي الناس طبيعتها هي تتعود على الغاهر، يعني شخصية الغاهر تكون قاعدة. يعني لو كان الزول الغاهر درجة شرطة ولا أب ولا أم ولا أي كائن من كان، مفروض الشخصية دي تنتهي. دب ما بيبقى إلا بأنه منفذ القانون ذاتهم يكون هم حساسين تجاه القوانين دي، الناس اللي بيسنوا التشريعات بيكونوا حساسين تجاه أي قانون منتهك، ما شرط الختان ولا زواج الطفلات ولا أي قانون بينتهك الكرامة الإنسانية وبيزل الإنسان وما ما بخليه ياخد على حقه العادل في التغاضي ولا ظروف الاحتجاز الكريمة ولا حق المحاكمة العادلة، ومن حقك إنك يوروك انك انت متهم بهذه الجريمه ومص يعني الدعوه المفتوحه ضدك وعندك الحق في تعيين محامي. دي الدوله اللي احنا بنحلم بها، وانا بتصور انه نحن كمدافعين او انا كمدافع قاعد شغلي اليوم قاعد يكون في القضايا دي عشان بحلم بدوله زي دي. يعني في النهايه بيكون ده همي الكبير انه ما يكون في انتهاك، مع انه حتى الحد الادنى انه لو كان في انتهاك
يكون مدان ومجرم من المجتمع ومن كل الناس يعني. حتى القانون ذاته بيخط له عقوبته اللي هي بتحترم حتى حق الجاني ده. ما الجاني ده في النهاية إنسان يعني، في النهاية مفروض تكون في ظروف كافية وجافية وكافية وشافية للجرم وعادلة يعني. طيب حنطلع محطة خارجية وحنرجع تاني. أنا في تقديري الإصلاح القانوني مهم أهمية شديدة بالنسبة للنساء في مناطق النزاعات، لأنه بيخلي النساء قريبات من مواقع تنفيذ القرار. مواقع تنفيذ القرار مثلا بيكونوا مثلا موجودات في الشرطة اللي هي أساسا بتنفذ لي الإجراءات القانونية السليمة. إضافة لأنه الإصلاح القانوني أهميته أنه بيخلي المرأة مثلا في مناطق النزاعات عندها القدرة لأنها مثلا تتمكن من أنها تبلغ عن الانتهاكات الواقعة عليها في مناطق النزاعات. والإصلاح القانوني بالنسبة للنساء في مناطق النزاعات، مناطق النزاعات أساسا بيئة خصبة لأنها تنتج نموذج حقيقي للانتهاكات اللي بتتم في مناطق النزاعات، لأنه مناطق النزاعات هي مناطق بعيدة من أجهزة إنفاذ القانون، لأنه كل أغلب الناس الموجودين في مناطق النزاعات اللي هي عبارة عن ميليشيات مسلحة، وأغلبها هي من تقوم بالانتهاكات. فبكون ما من المتيسر للنساء في مناطق النزاعات إنه يوصلوا الانتهاكات وجرائم اللي بتقع في حقهم، لكن لما تكون في شرطة نسائية وهم النساء جزء من هذه الشرطة بيسهل عليهم إنهم هم يبلغوا عن الانتهاكات الواقعة على حقهم في حقهم. إضافة لأنه مثلا في الاغتصابات من الصعب جدا إنه المرأة تقدر تغير الرجل بأنه تم اغتصابها، لكن من الممكن إن هي تغير لأنثى زيها. بالتالي أنا بشوف في الجانب التشريعي إنه مهم استصحاب الجرائم اللي بتقع في مناطق النزاعات، على أساس إنه نحن نطلع منها تشريع جيد يخلينا نحن نحارب الجريمة مثلا اللي بتقع في جميع نواحي السودان. رجعنا تاني ومرحب بكم. أستاذة نفيسة تكلمت عن أهمية الإصلاح القانوني وركزت على الإصلاح القانوني في مناطق النزاعات. تعليقك أستاذة زينب. حقيقة التعليق خام بتاع أستاذة نفيسة تعليق جميل جدا، ولفتتنا لحاجة مهمة جدا اللي هي أغلبية الانتهاكات اللي بتحدث في مناطق النزاعات هي نوع من الاغتصابات، وزي ما هي ذكرت انه مفترض وجود شرطيات او من الشرطه النساء حتى يتم يعني التبليغ عن 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 الحالات التي تم انتهاك او حالات الاغتصاب. ده رجعني لي حته انا يعني حاجه مهمه جدا، كنا نحن بنطالب بانه لما تؤخذ اغوال الضحيه او المجني عليها لابد من انه يكون في مقرر نفسي او وحده بتاعت باحث اجتماعي، سواء كانت المغتصبه طفله او غير طفله، لانه في مناطق النزاعات الاغتصاب ما هو سابقا كان بيتبادر الى الاذهان او الى حتى عقليه القضاء ان اذا كانت تجاوزت سن ال 18 سنه ان او ظهر عليها حمل وهي تم اغتصابها ان هي ما طفله. دي كانت في مشاكل في الحته دي في القانون الطفل والقانون الجنائي اللي هي السن يعني السن. فالانتهاكات اللي بتحدث في مناطق النزاعات بتحدث، الاغتصاب بيحدث للاطفال حتى للفتيات اللي تجاوزوا سن ال 18 سنه، حتى للنساء المتزوجات بيحدث لهم نوع من الاغتصاب. انا في نظري انه إذا كان وجود أخذ أغوال المجني عليها أو الضحية نتيجة الانتهاك الحدث، إنه اللحظة اللي هي تم اغتصابها وأخذ أغوالها بتعتبر دليل كافي للإدانة، لأنه هي دي اللحظة الحالة النفسية فيها هي بتتحدث. فالتقرير الملازم للضحية وأخذه عن طريق
معالج نفسي وعن طريق معالج اجتماعي، هنا ده دليل كافي جدا جدا، ومفترض يتطور قانون الإثبات لإثبات مثل هذه الجريمة عن طريق المستندات وعن طريق الأخذ البينات واستصحاب المعالج النفسي وفي أخذ البيانات حقة الضحية أو المجني عليها. حقيقة مناطق النزاعات هي فعلا مناطق قايب عنها القانون تماما، وحتى منفذي القانون يصعب انه يعني ينفذوا القوانين في مثل هذه المناطق، لان المناطق قد تكون احيانا في مناطق بتكون تم تدمير دمار شامل وكامل، ولا توجد بها محاكم ولا توجد بها حتى الشرطة الموجودة فيها، قد تكون هي ذاتها اندمجت في الميليشيات، وقد تكون المراكز حقتها تم استخدامها ذاتهم للانتهاكات. يعني استاذ مناف، إذا فتحنا ملف مناطق النزاع فيبقى الكلام هنا مختلف، بيبقى الكلام هنا بيتكلم عن منطقة لما يجي تصور فيها إنه منطقة زي ما قالت الأستاذة غياب القانون. فغياب القانون ده هو ذاته، وما غياب القانون بس، حتى غياب التسليط الأضواء على الانتهاكات اللي بتتم هناك، يعني زي اللي بيحصل ده في جزر معزولة ما معروف وين، فبالتالي بيبقى حتى في عنف محمي بقوة القانون في مناطق النزاع ذاتها، يعني باعتبار انه دي منطقة بتاعت حريب، فيبقى اي حاجة واردة فيها زي ما بيتفضلوا الناس القوات النظامية بيقولوا انه ده قانون طوارئ. هو طبعا قانون الطوارئ لمناطق النزاع مفهوم، لكن برضو ده ما بيحق لأي قوة كانت انها تنتهك، والاخبار على قفا من يشيل يوم، يعني انه في نساء تم اغتصابهم بواسطة ميليشيا مجهولة، في طفل اتضرب بالرصاص في منطقة ما، في هكذا يوم الأخبار دي متواترة وواصلة لكل الناس إنه في حاجات بالشكل ده. فيبقى دي ذاته بتخلينا نراجع مثلا قانون الطوارئ ده ذاته، هل هو بيكفل إنه يتم انتهاك حق الناس وغياب روح القانون بالطريقة دي؟ إذا تسمت دي أصلا منطقة نزاع، ده بيبقى مدخل. الحاجة الثانية إنه في صورة سالبة تصدرت عن مناطق النزاع للأسف، ودي مساهم فيها الإعلام بشكله القديم ذاك، مساهمين فيها ذاته منفذين القانون، يعني تحالف بتاع كم حاجة كده هو بيصدر الصورة دي إنه دي منطقة مكفولة. يعني لما يتقال لي منطقة مكفولة بتوقع فيها أي شيء، بيصوروا إنه اللي عايشين هناك ده ما بشر، فبالتالي يبقى أي حاجة ممكن تتم هناك بتبقى مقبولة وكده. فودي واحدة من الحياة المفروض هسي نحن بعد إذا هسي دي خطوة أولى من السلام، وبتمنى إنه يكون في سلام تاني أكبر وأشمل بسمن الخطوة الأولى بتاعت السلام دي، لأنها هي ذاتها دي بتبسط روح القانون ذاته، الناس بيرجعوا آمنين لمنطقتهم، بيبقى في وصول أكسس لأي انتهاك تم. هسي نحن كنا بنواجه مثلا في مناطق النزاع إنه لو دارنا نسلط الضوء على أي انتهاك لو قامت به جهة نظامية أو مواطنين أو whatever كان المنتهك منه، كان بنواجه الحاجة دي مثلا، ما بنقدر نصلى كده بنصلى المعلومة مبتورة ذاته، حتى ممكن يكون صغيرات الطعن فيها أكثر، يعني ممكن يجي زول يقول لك لا ما في حاجة تمت هناك. لكن بتمنى إنه السلام يجي، وبتمنى إنه الناس ترجع آمنة لبيوته، ويكون ذاته حتى ما في انتهاك زراعي، الانتهاك دي تنتهي وزارع الطوارئ دي تنتهي عشان ما يكون في انتهاك. فعلا بنتمنى انه تحقق السلام ويعم ويحصل انصاف وعداله. وقبل يومين تم توقيع اولي بالاحرف الاولى. استاذه زينب، في اي امكانيه لانه النساء ياخذوا حقهم بشكل رجعي؟ هو طبعا القانون هو بيكون نافذ من لحظه التوقيع عليه، يعني إذا كان في النهاية إذا كان في القانون الجنائي بالذات بناخذ بالقانون الأصلح بالنسبة للمتهم، يعني بناخذ بالحاجة هناك. لكن هي طبعا وقت العبرة وقت وقوع الجريمة، هي اللحظة دي هي اللي بترتب على وجود القانون وقت وقوع الجريمة. لكن في أثناء المحاكمات إذا حصل أي تعديل بالذات للانتهاكات والنزاعات أو الانتهاكات اللي بتحدث في مناطق النزاعات، هي انتهاكات طبعا بتحدث بصورة جماعية
ودي كانت أصعب حاجة اللي هي عملية الاغتصاب كان بيتم بصورة جماعية. ويمكن في اللحظة دي زي ما قال مناف إنه الناس كان في تغييب للمعلومة يعني هسه ذاته يعني في قانون الجرائم المعلوماتية حق الحصول على المعلومة يعني نحن ذاتنا مفترض إنه كيف نحن نحصل على المعلومات الصحيحة. وكان الإعلام ذاته كان مغيب ومغيبين الوعي تماما حتى الناس في داخل الدولة كانت غايبة عليها المعلومة كم عدد المغتصبين من هم اللي بيقوموا بالاغتصاب هل تمت محاكمات فعلية حتى لما تم تعديل كان لقانون القانون الجنائي عام 2015 على أساس إنه يعني يتم هو فعلا كان تم يعني سياسة إنه عدم الإفلات من العقاب وده اللي كان حاصل بالدليل إنه مطالبة المحكمة الجنائية الدولية للانتهاكات اللي كانت حصلت في دارفور فقامت تم إنشاء محاكم خاصة وتم إنشاء مدعي عام ومسميات كانت موجودة وهي ما نظرت كانت في تحقيق في الانتهاكات اللي كانت حدثت في النزاعات الموجودة وما زالت ما تمت أي حاجة بل أدخلت مواد اللي هي اعتبرت جرائم حرب بالنسبة للانتهاكات الموجودة في النزاعات يعني كتعديل ديكوري يعني لكن كتنفيذ لا. ده بوضح أهمية إنه محتاجين يتم تطبيق القرار 1325 اللي هو الخاص بالمرأة والأمن والسلم لكن أنا حرجعكم لبعض القوانين الغائبة يعني لحد الليلة ما في قوانين مثلا بتعاقب على التحرش الجنسي أو حتى يعني الانتهاكات اللي بتحصل بشكل يومي وبالإضافة لانتهاكات العمل. التحرش الجنسي طبعا أنا بقول لك زي ما أنا ذكرت إنه من الصعب إثباته حسب قانون الإثبات الموجود عندنا يعني حسب قانون الإثبات من الصعب إنك تثبت جريمة بتاع التحرش الجنسي فأنا بقول إنه الجريمة ماشية في تطور والإثبات لسه قاعد في العقلية التقليدية حقته يعني نحن مفترض نستحدث طرق للإثبات برضو حتى أنا بقول بعيب الحاجة دي على قانون جرائم المعلوماتية هو قانون يعني حتى التعديلات الطالت هي شددت العقوبة لكن من ناحية إجرائية هو الإجراءات بتاعته بطيئة شديد يعني حتى جرائم المعلوماتية لما أنت تمشي تفتحي بلاغ بقول لك امشي صوري الحتة اللي فيها في الصفحة حقتك حقة الفيس تمت فيها إشاعة السمعة أو تم فيها هنا صور تم إرسال صور بالنسبة لك أنت صور أنت يعني فيها نوع من التحرج بالنسبة لك بقول لك تشيل النسخة وامشي صوريها وجيبيها ويتخطى ملف يعني أنا كنت متوقع إنه الحاجات دي تتم يكون في لاب وتكون في هنا لأنها هي معلوماتية يعني مفترض تكون الحاجة مباشرة وسرعة سريعة لكن لما يخاطبوا لك شركات الاتصالات 21 يوم يعني الإجراءات بطيئة شديد حتى في جرائم المعلوماتية بطيئة عشان كده أنا يعني بناشد بأنه في أي تعديل يكون الإجراءات تواكب لين الجريمة وتواكب التطور الموجود يعني ده القصور أكتر يعني القصور ما في التعديل القصور برضو في الإجراءات أكتر يعني حتى يتم تنفيذه. أنا إذا عندي التعليق على التحرش فيبقى في التحرش ذاته كمفهوم ذاته يعني لما نجي وكعقوبة برضو وكقانون التحرش موجود يعني هو التحرش مادة موجودة جوا مادة يعني دي حاجة غريبة هي أصلا يعني موجود ضمن الأفعال الفاحشة لو أنا كنت دقيق أكثر هو موجود ضمن المادة 151 ودي مشكلة ذاتها يعني في حاجة منفصلة أنت مفروض تفصلها براها تعرفها ودي واحدة من الإشكالات في القانون ذاته إنه القانون ما مفسر على القدر ده يعني إنه في شيء بيتم منفصل خاتيو كلهم جوا كونتينر واحد وهم مختلفين يعني الأفعال الفاحشة دي كثيرة كده وممكن نعرفها في 20 طريقة يعني إنه ده فعل الفاحش لكن التحرش ده فعل ممكن يكون عنده أشكاله ودي واحدة من الحاجات اللي بتخليه لسه عن موضوع يعني غايش إنه هل ده تحرش ولا ما تحرش يعني مثلا هسي ما في تقريبا نص بيوضح إنه التحرش ده بيعرفه شنو وزي ما تفضلت الأستاذة وما بعرف إنه نثبت به وكيف إنه ده تحرش لأنه هو أصلا موجود جوا حاجة يعني ما قاعد براو ودي واحدة من الإشكالات يعني من ضمن مسميات كثيرة اسمها الأفعال الفاحشة ودي واحدة من الغرابة طبعا في القانون
واضح جدا انه القوانين في السودان فيها جوانب بتاعت قصور، ومرات قضايا التحرش بتكون واضحه، وكلنا ممكن نكون شاهدنا الحصل للاستاذه عشا الجبليه، يعني فيديو كان واضح انه تم التحرش بها، فهل ده قانونيا بيعتبر الدليل؟ اي فيديو طبعا من الاثبات، من الاثبات ادله الاثبات اللي هي الصور اللي هي دي تعتبر ادله ماديه، هي قرائن محتاجه لتعضيد وممكن يتم الاثبات بها. يعني التحرش لما يتم في مواقع عامه مثلا في مواصلات او حفلات او في جمهور، دي اذا لقيت زول بتثبت بها يعني الجريمه، لكن الا يكون في شخص شافها الفيديو بيعتبر وسيلة بتاعة إثبات، يعني لأنه التحرش برضو ممكن يكون إلكترونيا برضو وسيلة الإثبات حقته، اللي هي بيكون بالتداول الإلكتروني، سواء كانت صورة أو كانت برضو إرسال صورة، برضو يعتبر نوع من التحرش. يعني أستاذة زينب، آخر نقطة في التعديلات اللي تمت في بعض المواد كانت يعني فيها كان تقسيم واضح، مثلا الوثيقة الدستورية تكلمت على انه المواطنين والمواطنات في السودان مساويين بغض النظر عن الدين او الجنس، لكن لما نجي للمسألة تحت التعديلات يعني ظهرت مسلم وغير مسلم. حقيقة ظهرت كلمة مسلم وغير مسلم في التعديلات، بالذات في جريمة التعامل مع الخمر وصنع الخمر، انه المسلمين يتم عقوبتهم وغير المسلمين، ودي سابقا احنا كان موجوده عندنا في القانون الجنائي سابقا، في لما قبل فصل الجنوب والشمال بيقول لك اذا كان ارتكب الجريمه من جنوب السودان العقوبه حقته كذا، واذا كان مرتكبه من هنا العقوبه كذا، يعني دي برضو فيها نوع من يتخيل لي برضو بترجعنا لحاجات كثيره، يعني حتى يعني فيها إشكالية، نوع من الإشكالية، لأنه برضو إنك إنت عشان تثبت بعد ذاك مسلم وما مسلم، دي برضو معيار، برضو بيرجعنا برضو للقانون والإثبات والمعيار، هو شنو مسلم وما مسلم، هل أنا قلت أنا غير مسلم إنت حتاخد ديك قاضي ولا حتمشي تتحقق ولا هي شنو، يعني برضو مفترض يعني النص يكون واضح. يعني نقطة أخيرة ونحن في خواتيم الحلقة، أين القوانين الوضعية والأعراف من المسألة بتاعت الإصلاح القانوني؟ أنا غايته ما أعرف، لأنه نحن السودان هو دولة يعني فيه عدد كبير من الأقاليم أو من الولايات، لكل ولاية عندها عادات وتقاليد، والعرف مفترض يتم استصحابه، لأنه القانون العرف هو احد مصادر القانون، ومفترض القضاء يعني الثقافه حقت القاضي، انا اتكلمت عن انه القاضي مفترض يكون اول حاجه مؤهل لامي ملم بالمعايير الدوليه لحقوق الانسان، ويكون ملم بالاتفاقيات الدوليه، لان الحاجات دي هو كلها بيستصحبها في الاحكام حقته اللي بتصدر. اذا كان بيحكم في 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 قانون الطفل، لابد من يستصحب معاه اتفاقيه حقوق الطفل، قانون الطفل، في القانون الاحوال الشخصيه لابد من يستصحب معاه حقوق الانسان والعهدين الدوليين، لانه يعرف انه من حق الطفل انه التعليم، ومن حقه كده حتى ما يتم حرمانه، ومن حقه الانفاق عليه، لانه بنجي نعاني بها في نفقات في قانون الاحوال الشخصيه. برضه القاضي مفترض يلم اذا كان تم نقله مثلا من مدينه كسلة إلى مدينة مثلا نيالة، يكون ملم بالأعراف الموجودة في نيالة، ونفس القاضي الجاي من مروي يكون ملم بالأعراف الموجودة في كسلة، أو يكون ملم بالعادات والسلوك بتاعت ناس النيل الأبيض والنيل الأزرق والخرطوم وهكذا. يعني القاضي لابد إنه يكون مثقف وملم بالعادات والتقاليد الموجودة في البلد، لأنه أحيانا في مناطق ما بيتم فيها أخذ القانون، بيتم الحكم فيها بالعرف الموجود السائد في البلد، وزي ما شفنا في حاجات كثيرة زي الحكامات كان بيلعبوا دور كبير في فض النزاعات، زي الجلسات بتاعت البرامكة، يعني عندنا حاجات كثيرة، وعندنا مجالس بتاعت صلح قاعدة تتم في بعض القبائل، يعني الناس كان بتلجأ لها، لذلك إنه لابد من استصحاب العرف، والعرف خاصة إنه هو مصدر من مصادر القانون.
أستاذة زينب وأستاذ مناف، بشكركم جزيل الشكر إنه أنتم كنتوا ضيوفنا في الاستوديو، وإنه نحن حاولنا نسلط الضوء على مسألة الإصلاح القانوني، وإنه كيف ممكن يكون هو طريق للتحول الديمقراطي وساعد إنه النساء في السودان يصلوا للمسألة بتاعت العدالة والمساواة النوعية. شكرا لكم، شكرا للفريق العامل في الاستوديو. الأسبوع القادم حلقة جديدة.